ما يامه الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. رضي الله عنكم. في زوجة زوجها اصيب بجلطه. نعم الله يشفيه يا رب. بتديله كل حاجته. في وقت تبقى متوضيه فيه وتبقى مثلا بتقضي له حاجته في الحمام وكده. فهل ده ينقض الوضوء ولا يعني تمسه هي تمسه؟ في ممكن ساعات لمس او نظام. نعم ماشي ماشي. جاوبني يا شيخ دلوقتي في اولا جزاء الله خيرا على ما تفعل، جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتك وشفى الله وعافاه. لكن الامر اذا كان فيه مسيس للعوره فينتقد الوضوء بالمسيس على الراجح، فتتوضا بعدها. نعم النزع. وان لم يكن مسيس للعوره فلا انتقاد للوضوء. النزع ما فيهوش النقد للوضوء. نعم اذا كان لم يكن مسيس، انا اجابتي واضحه عند حضرتك. نعم اذا مست العوره بيدها انتقد الوضوء، عليها ان تتوضا. وان لم يكن مسيس فالوضوء على ما هو عليه. بارك الله فيك يا شيخ. تحت امرك. رضي الله عنك. نعم نعم نعم. نعم ومس العوره اخونا احمد اهو ذكرني على اساس ان هي يكون مس العوره للاخت التي سالت ان كان ببطن الكف، وده سيكون لانها اكيد بتطهره استنجاء، فلا بد ان سيكون المس ببطن الكف، لكن ايضا حتى ايضا يكون تسليما عليها هي مست جسده فمست الاصابع او المرفق او ظهر اليد مس العوره، هذا لا ينقض الوضوء ايضا. جزاك الله خيرا يا استاذ احمد.